أهلا بكم. حددت الحكومة موعد صرف دعم الخبز للمستحقين والذي سيكون مع رواتب شهر آب الحالي. الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة قال إن قيمة الدعم 27 دينارا للفرد الواحد في الأسرة، حيث ستكون عملية الصرف عبر الرواتب والمحفظة الإلكترونية والحساب البنكي لمنتفعي صندوق المعونة والمتقاعدين الخاضعين للضمان الاجتماعي أو التقاعد المدني. أما موظفو القطاع الخاص فسيكون تلقي الدعم عبر المحفظة الإلكترونية أو من خلال الحساب البنكي، ومن المنتظر فتح المجال يوم الخميس المقبل أمام الطلبات الإلكترونية المقدمة لتلقي الدعم بالقبول أو الرفض من خلال موقع الدعم التكميلي. بعد الارتفاع المتكرر في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة وتسجيله مستويات قياسية، يتساءل عدد كبير من المستهلكين ومتابعي أسواق الذهب عن مستقبل أسعار المعدن النفيس وارتباطه بالدولار الذي شهد تقلبات سعرية ملموسة خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الوباء. للحديث عن تطورات أسعار المعدن الأصفر والدولار عالميا، نستضيف في الأستوديو السيد جرير حياري مدير تطوير الأعمال في شركة سي اف اي. يعطيك العافية سيد. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. بداية سوف نتحدث عن تطور أسعار الذهب والنطاق السعري خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مع وصول الذهب إلى أرقام قياسية. أهلا وسهلا بحضرتك، يعطيك العافية ومساء الخير إلى كل المشاهدين. الذهب في بداية 2020 كان بمستويات سعرية المعتادة للذهب، ابتدى عام 2020 ب 1545 دولار للأونصة تقريبا. كان في التقلبات السعرية تبعته بنسبة 7% خلال الشهر بين أعلى سعر وأدنى سعر للذهب. استمر الحال لشهر 3 لحديث ما تم إعلان جائحة كورونا. لما تم إعلان جائحة كورونا الذهب كان بتقلبات عالية جدا. هي تقلبات خلال شهر آذار كما نلاحظ على الشاشة 100%. يعني الذهب عندنا كان في 1480 1580، هاي بشهر واحد 2020 6% لحديث ما وصلنا لغاية شهر 3. الذهب ارتفع إلى أعلى سعر عند 1700، كانت نسبة التغير فيه بين أعلى سعر وأدنى سعر 8%. مما بعد تطورات جائحة كورونا والإغلاق التام اللي حدث بالعالم والتداعيات الاقتصادية اللي حدثت، زاد الطلب على الذهب من التخوفات والمؤشر ثقة المستهلك. يعني بعد أزمة كورونا أو ذروة أزمة كورونا زاد الإقبال على الذهب. يس بالضبط. يعني إحنا بنحكي بشهر أيار. بشهر أيار نعم. كما هو واضح أنه إحنا في عنا بشهر أيار الذهب كان أدنى سعر له 1670 مقارنة مع أنه كان أدنى سعر له ببداية السنة 1480، لما وصل لغاية 1750 دولار للأونصة بخلال شهر أيار بنسبة تغير 5%. الارتفاع على الذهب بعدها أصبح عرض وطلب، زاد الطلب على الذهب بشكل مستمر خلال الأشهر اللاحقة. في حزيران حصل الذهب للأونصة 1786 دولار، في كانت ذروة للذهب أنه يوصل للسعر اللي وصل له الذهب بعام 2011، وصل للأونصة 1880 دولار لغاية على سعر كان نعم بسنة 2011. بشهر تموز الذهب حقق نسبة تغير 10% بين أدنى سعر وأعلى سعر، وصل لسعر 1971 للأونصة. في يوم من هذا الذهب لامس 2000 دولار للأونصة. اليوم وصل الذهب 2000 دولار. 2000 دولار كان أعلى سعر له لغاية هذه اللحظة، 2000 دولار للأونصة. يعني أعلى سعر في تاريخ الذهب. نعم. طيب هلا هون السؤال، هل سعر 2000 دولار للأونصة يعني كويس للشراء؟ يعني ممكن حدا يشتري؟ هل حدا بيشتري كسعر للذهب؟ وانه الذهب في حاله تصاعديه زي ما احنا شايفين بين 1480 لغايه 1789 واليوم 2000 دولار. فالذهب معناته في عليه اقبال بالشراء، الطلب على الذهب واضح انه في كثافه، في طلب وفي قوه شرائيه عاليه جدا على الذهب. فبالتالي هل انه الذهب بال 2000 دولار هو اعلى سعر للذهب؟ على الأحداث المترتبة بالعالم وما يحدث بالعالم والتوترات، سواء التوترات المتراكمة من عام 2019 والتي تمت كشفها بعام 2020 وأثر جائحة كورونا على العالم، الذهب ممكن أنه يستمر في الصعود. لوين ممكن يستمر بالصعود؟ يعني هاي الأمور تكون مترتبة على الأحداث القادمة. في حال أنه صار في حل لجائحة كورونا، كان في علاج للفيروس، كان في هناك انتخابات الأمريكية صارت بطريقة طبيعية، المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين تم وما عليه مشاكل، بالرغم من أنه هناك الكثير يقول بأنه هذه الفترة هي عبارة عن فترة جني أرباح،
هل هذا الكلام صحيح؟ فترة جني أرباح ممكن نحكيها لو أنه الذهب مثلاً بأول 3 أشهر ارتفع لغاية 1800 دولار للأونصة، لكن الذهب مستمر بالصعود. مستمر بالصعود. فبالتالي دليل على يعني صعود الذهب مبني على الأحداث اللي راح تصير. بالضبط بالضبط. طيب يعني الآن بدنا نذهب نحكي عن 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 الأسعار في الأسواق المحلية وعن عن شراء الذهب في السوق المحلي، ولكن سوف نشاهد بعض آراء التجار ووضع السوق في الأوضاع الحالية. نشاهد. هو صراحة الناس كلها بتبيع ذهب، ونحن لأول مرة من 9 سنين بيدخل علينا ناس بنحكي لهم ما بنشتري لأنه مش موجود كاش، عد ما الناس باعت بطلنا قادرين نتحمل شراء الذهب. والله بالنسبة للناس نعم استفادوا، يعني في كمية كبيرة كانوا ماخدين الذهب على سعر رخيص، ولما حسوا بأنه الذهب صار غالي فاستغلوا هاي الفرصة، و يعني حركة البيع لدى الناس كثير، يعني عندنا في المواطنين كله أصلا قاعدين إحنا بنشتغلش غير على البيع. المواطنين كل يعني اللي عنده ذهب قديم أو اللي عنده إشي مستعمل ما بده إياه، هو في كسبان فيه أو في مربح كويس كلياته باعه كل الذهب ما خلى عنده إشي. أما كأنه بيع نبيع إحنا لا، ما في نهائيا، ما في شغل نهائيا. سيد جرير، يعني رأينا آراء بعض التجار في السوق المحلي، نشاهد عيار يعني عيار الذهب، عيار 24 وصل ل 46 دينار و 40 قرش، يعني عيار 18 وصل سعر البيع فيه ل 35 دينار و 40 قرش، شو قراءتك للأرقام الحالية؟ هاي الأرقام تعتبر مرتفعة في الذهب، وخصوصا للمقبلين الآن على الزواج، يعني المواطنين أي شخص يشتري ذهب اللي مضطر يشتري ذهب يعني في هذه المرحلة، يعني هاي الأرقام بالنسبة له تعتبر أرقام كبيرة. هي أرقام بالنسبة لأسعار ذهب هي عالية جدا بالوقت الحالي، لكن هي ممكن تكون أرقام طبيعية بالأوقات القادمة إذا ما صار هنالك تغير برضو بالسياسات المتبعة، مثل أسعار الفائدة اللي مثلا بتتغير خلال فترة وجيزة تغيرت بكمية أو بنسب منيحة من الفيدرالي الأمريكي، فهي أسعار مرتفعة أسعار مرتفعة، لكن في حال أنه استمرار الوضع بالطريقة نفسها والتوترات اللي بتصير بالعالم كله ممكن تكون هاي الأسعار طبيعية بالأوقات القادمة. يعني في الأوقات يعني الآن يعني لاحظنا أنه هناك شهية للمواطنين على بيع الذهب اللي بيمتلكوه، ممكن هاي الأرقام تكون أرقام طبيعية في المستقبل. صح. هاي الأرقام ممكن تكون أرقام بسيطة في اللي قادم في المستقبل. ممكن يعني يعني كل إشي بيعتمد على الأحداث القادمة، لكن ممكن إنه هاي الأرقام تعود إلى المستويات الطبيعية لأسعار الذهب. طيب سيدي، هل هناك إقبال من الدول ممثلة بنوكها المركزية على شراء الذهب؟ ومن أكثر الدول بتشتري ذهب؟ من أكثر الدول اللي اشترت ذهب بالفترات السابقة كانت الصين، والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية بتتوجه لشراء الذهب بكميات منيحة، خاصة ببداية العام 2020 ومن شهر 3 إلى الآن في توجه عالي جدا لشراء الذهب، فبالتالي دليل على أنه هناك في تخوف عند المستثمرين وانخفاض بمؤشر الثقة للمستثمرين الكبار، ودليل على أنه الذهب في مجال أنه يصعد أكثر، لأنه في كان دراسات وأبحاث صدرت عن بلومبيرغ صدرت عن السيتي بانك بأنه الذهب ممكن يوصل لل 2000 دولار ولل 2300 دولار. هاي كلياتها الأرقام كانت تعتمد على أنه العالم راح يمر بفترة ركود بالنسبة للنظام الاقتصادي العالمي. إحنا يعني بخصوص موضوع الركود، يعني الحديث راح يأخذنا على الدولار وتطور مؤشر الدولار، يعني كيف تقرأ أرقام سنشاهدها الآن على الشاشة، أرقام مؤشر تطور الدولار؟ مؤشر الدولار الأمريكي هو مؤشر لنهاية 2019 كان في مستويات عالية جدا له، في بداية العام 2020 كان في التغيرات فيه بنسبة 1.5% اللي هي كان موصل مؤشر الدولار تقريبا 99، لغاية شهر 3 كان في تغير بين أعلى سعر وأدنى سعر حققه بنسبة 7.5% اللي هو كان أعلى سعر 102، هو يعني رقم جدا عالي بالمؤشر الدولار. لغاية شهر حزيران وشهر تموز كانت نسبة التغير فيه طبيعية، لكن في شهر 7 صار بالمؤشر الدولار انخفاض أو تراجع، أكبر تراجع في آخر 10 سنين لمؤشر الدولار، راجع بنسبة 5% بمقارنة بين إغلاق شهر 7 مع إغلاق شهر 6. يس. طيب يعني طب الآن هناك حرب تجارية قائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهناك توجه بأن لا يكون الدولار هو العملة الأولى على مستوى العالم، كيف ينعكس هذا على اقتصادنا المحلي؟ التوجه بأن لا يكون الدولار العملة المسيطرة على العالم أو العملة المتداولة في جميع أنحاء العالم هو يعتمد على قوة أمريكا،
فبالتالي بما أنه أمريكا ما زالت هي القوى العظمى عسكريا واقتصاديا وما زالت الرائدة في مجالات كثيرة من التكنولوجيا من الصحة التعليم، من المبكر القول أنه أمريكا ممكن تكون هي الدولة المعرضة للانهيار وعملتها معرضة للانهيار في حال أنه التحالفات بقت كما هي. يعني هون عسكريا يعني الدولار محمي عسكريا يعني بنوعا ما هو مجتمعة عوامل مجتمعة، ما بقدر أحكي الدولار بس محمي عسكريا، هو اقتصاديا عسكريا يعني ممكن يكون في يعني هل في المستقبل القريب ممكن تكون عملة غير الدولار هي رقم واحد عالميا؟ هلا شوف من الشغلات الواردة بالمستقبل القريب وممكن وهي من الاحتمالات ممكن يكون عملة غير الدولار بس ممكن باتفاق أمريكا باتفاق ممكن. طيب يعني طب احنا يعني الآن الاقتصاد الأمريكي يمر في حالة ركود رسمي، واحنا بنعرف في حال كان هناك ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني نحن الآن مقبلين على أزمة ومقبلين على حرب، هذه الأزمة كيف راح يكون شكلها؟ لا نحن الآن في أزمة يعني لما أمريكا يوصل فيها نسب البطالة 15% وعندك يعني قراءات لأنه تراجع في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.5%، عندك إغلاق تام حدث بطل فيه استيراد وتصدير، مؤشرات أمريكية انهارت، الأزمة إذا استمرت الأمور بنفس الطريقة وبنفس تسلسل الأحداث ممكن أن تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود أشد، وهو حاليا أشد من اللي صار بأزمة 2008، ولكن الركود الحالي أشد من اللي حصل بأزمة 2008 اللي هي أزمة الرهن العقاري صح. فإذا استمرت الأمور وتسلسل الأحداث بنفس الطريقة وما كان هناك تفاهم على الأنظمة الاقتصادية العالمية والسياسات المتبعة لإدارة اقتصاد العالم ممكن الأمور توصل لمراحل أكبر من هيك من الركود. السيد جرير حياري مدير تطوير الأعمال في شركة CFI، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. الله يعافيك يعطيك العافية. أبلغت شركة الإسمنت الأردنية لافارج هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية بموافقة محكمة بداية السلط على إشهار إعصار الشركة والذي تقدمت به بسبب أوضاعها المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا، مع إعلان الشركة أنها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين. للحديث عن تداعيات هذا القرار على مصير العمال في الشركة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري. سيد محمود أهلا بك. أهلين أهلا وسهلا فيكم. سيدي كيف أثر قرار شركة الإسمنت التوجه إلى طلب الإعصار على أوضاع العاملين في الشركة ونحن ندرك أن هناك مشاكل عديدة في المجال حتى قبل إقدام الشركة على هذه الخطوة؟ بالحقيقة يعني أنا بشكر على اهتمامكم بهذا الموضوع واللي هو موضوع مؤرق صحيح لكل أردني في هذا الوطن، وأن كل ما نخشى أن تحذو الشركات الأخرى بالأردن حذو شركة لافارج وتأخذ قرارات بالإعصار، وفي أحد الشركات هي على الطريق تعمل على هذا الموضوع. سيد العزيز موضوع الإعصار يعني أنا كان شيء ملفت لأن انتبهت كثير، مجلس الإدارة في 2/7/2020 قدم طلب يعني بلش بتقديم طلب لإشهار الإعصار، ولكن تفاجأنا أنه في 26/7/2020 تمت الموافقة على ذلك، ويعني هذا شيء يعني بصراحة كثير أرقنا وأتعبنا. العمال شركة الإسمنت الأردنية، بس إذا بتسمح لي أن أدخل في هذا الموضوع بس لو دقيقة واحدة، أنه شركة لافارج أجت على الأردن في 1998 كان عدد الموظفين 3000 وعملوا عقود، وأنا كنت أحد الأشخاص اللي كان في الاتفاقيات معهم أنه راح يزيد عدد العمال، راح يعملون أشياء كبيرة جدا، مستثمر هذا المستثمر راح يعمل شغلات كثيرة، ولكن للأسف من 98 لغاية الآن صفى ما يقارب 350 عامل، ربحوا أكثر من 400 مليون في خلال 4 سنوات واستثمروا أموال كبيرة جدا، هم دفعوا 60 مليون وربحوا 400 مليون. يعني سيدي أنت حكيت أنهم راح وعدوكم بالكثير من الأمور من عام 1998، ما عملوا إشي ما صار من 98 لحد الآن؟ أبدا أبدا أبدا، بدأوا بالعد التنازلي بترويح الموظفين باتفاقيات حوافز، وبالتالي يعني اجبرنا على هاي الاتفاقيات وعملنا اتفاقيات معهم كنقابة وحتى انه نحسن وضع الشركة ونحسن الاوضاع، ولكن كان وراء اي كتمة ورائها يعني كان في اشياء خطيرة جدا. المهم بدأوا في الهيكلة وانهوها، واليوم اصفى يعني قبل تصور قبل الجائحة معالي وزير العمل ضغط علينا وضغط على الشركة وعلى العمال انه نتخلص من 200 عامل، ووافقت النقابة على ذلك وهم تخلصوا أكثر من 220 عامل.
حتى انه ظل الوضع مستقر، ولكن كانت المخططات ترسم لذلك من قبل شركه لابارك. سيد محمود احنا يعني انا اسف جدا عشان الوقت، اداره الشركه اعلنت انها غير قادره على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين، شو الخطوات لتحصيل حقوق العمال وما مصير الاتفاقيات العماليه المبرمه الان كمان؟ يا سيدي هذه الاتفاقيات العماليه مبرمه ومحفوظه بالقانون وبالنظام، وهذه الاتفاقيات ملزمه لجميع الاطراف، وعلى الشركة أن تحترم هذا الموضوع. ولكن موضوع الإعصار خطير جدا في هذا القضية. أنا بس بدي بس إذا بتسمح لي لولا دقيقة واحدة أحكي لك أهداف الإعصار الرئيسية والمعلن من قبل شركة لابارج. أنا أحد موظفينها وكنت أعلم كل ما يدور بالخفاء، هو تخفيض أعداد الموظفين كان رقم واحد، الاعتداء التأمين الصحي للموظفين واعتدوا عليه، جدول الديون الحكومة مثل الكهرباء الوطنية 6 مليون دينار والضريبة 7 مليون دينار والأموال العامة 2 مليون دينار وصدق مصادر طبيعية 4 مليون دينار والضمان الاجتماعي 2 مليون دينار وسلطة تقليم العقبة 1 مليون دينار والقيام بتسديدها على سنوات. هي عملية ملعوبة وذكية جدا، وهيئت لها شخصيات معينة لتنفيذها وقامت بهذا العمل. العمل هو ليس اعتداء على عمال فقط، هو اعتداء على الوطن وعلى مقدرات الوطن. وبالتالي احنا كنقابة سوف نبذل كل ما بجهدنا لحماية اخواننا العمال، وسوف نقوم باستئناف قرار قاضي الإعصار، وان شاء الله انه يعني نبدا ان شاء الله سيد ان شاء الله سيد محمود رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري، شكرا جزيلا لك.